انتهى الفعل بحرف اي نظيف فقط دي، مثل لايك لايكت. ثانيا اذا انتهى الفعل بحرف واي وقبله حرف صحيح، تعرفون الحروف صحيحة كلهن ما عدا الحروف العلة الخمسة اللي قلت لكم عليها، نحول الواي الى اي ونضيف اي دي، مثل تراي تراي. ثالثا احفظهن طلابنا، مهمات كلش. اذا انتهى الفعل بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد، نضاعف الحرف الصحيح ونضيف اي دي، مثل ستوب ستوبت. ليش؟ منتهي بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد. اما الشواذ ذن نحفظهن الشواذ، مثل كم كيم جيف جيب ريد ريد، نفسيتها تبقى لاحظ. سويم سوام، لاحظ صار. دو ديد جو وينت رن رن، تيك توك ايت ايت نو نيو، سي سو رايت روت جيت جوت ميت مت سبيك سبوك. احفظهن ذني، وبعد موجود ايضا بعد راح ناخذهن بالتصاريف. زين عندي هنا اللي ليش قريت ذني، لان احتاجهن في زمن الماضي البسيط. شنو الزمن الماضي البسيط؟ هو زمن الذي نستخدمه للتحدث عن فعل او حدث وقع في الماضي وانتهى. شكل الجملة في المثبت، شوف شلون بسيط شكلها في المثبت. كل الافعال، كل الفواعيل يعني الفاعل، اوكي، كلهم يجي بعدهم فقط تصريف ثاني للفعل. شنو تصريف ثاني للفعل؟ هاي التحويل، شلون تحوله للماضي بس. زين كم تصريف عندنا ساد؟ ثلاثة. التصريف الاول، تصريف ثاني اللي هو بالماضي، والتصريف الثالث للفعل. مهمات اي مهمات. هسه نجي للتصريف الثالث للفعل. الاول اخذناه ويا المضارع، والثاني ويا الماضي، وراح اراويكم ذاك الواحد. نلاحظ من الجدول السابق ان الماضي البسيط لا يفرق بين الجمع والمفرد في الجمله، يعني ما حجز لمثلا الات والشي والهي وقال لذن ياخذن اس وكذا، لا ابد، كله واحد عده. زين هم شغله بسيطه، شنو الدلالات اللي تدل عليه؟ هواي دلالات عندنا في زمن الماضي، اختصرت لكم من عدهن، مثلا يسترداي، لاست ويك، لاست مونت، لاست نايت، يعني اللاست كلها. زين اجو، وانس، مثلا وانس ابون تايم، في يوم من الايام. والتواريخ الماضية، مثلا سنة 2017، سنة 1988. In olden days، في الأيام الخوالي. When I was child، عندما كنت طفلا. In my childhood، في طفولتي. In my boyhood days، في أيام طفولتي أيضا. Today morning، اليوم صباحا، أيضا صارت في الماضي. كلهن ذني دلالات، يعني من تلقاهن تحول الفعل إلى ماضي. زين قاعدة الماضي البسيط جدا بسيطة، فاعل زائد التصريف الثاني من الفعل، قلنا التصريف الثاني. مثلا مثال I played، لاحظ حولت بس مجرد قلت I played، ضفت له AD، للبلاي ضفت له AD. هاي فوتبول يسترداي، شنو السبب ضفت له AD؟ لان عندي يسترداي معناها بالامس، والدلالة هاي من الدلالات، هاي اليسترداي من الدلالات على زمن الماضي. وضحت بسيط كلش. مثلا ماري لايكت سكيتنج، لاحظ لايك ضفنا لها دي، ليه منتهي بإي؟ ليش؟ لأن when she was، لأن عنده دلالة عليها when she was a girl، واضحت. في حالة النفي نضع فقط did و not، لاحظ نضع did و not، يقول negative sentence. مثلا هي، عيفنا من الأحمر الموجودة هاي انساها كأنما ما مكتوبة، he watched the movie last week، قال لي ان في نيجاتيف سنتينس. جيت لاست في زمن ماضي، شلون انفيها؟ قلت لنا استاذ نضيف ديد نوت، هاي هي ديد نوت، هم نغير شيء؟ ما نغير شيء، نرجع فقط الفعل اذا كان في الماضي رجع للمضارع. وضحت وضحت. مثلا I didn't go to اكبا when I was child، بسيطه. يلا السؤال شلون نسأل؟ هسه عرفنا بالنفي، شلون نسأل؟ السؤال ايضا نستخدم did زائد verb 1. شنو verb 1؟ التصريف الاول وليس الثاني، يعني ما نحول للماضي، اذا لقيناه محول للماضي لازم نحوله للاول. مهم اي مهم. زائد الفاعل، شوف did زائد الفاعل اي واحد من عدهن زائد علامة الاستفهام. نقدر ناخذ مثال؟ اي نقدر.
Did you play؟ علامة استفهام. Did you play؟ علامة استفهام. ها سؤال. Did هو فاعل زائد play. لاحظ لهنا لو كانت بالماضي كان كانت played. تمام؟ يعني قصدي لو كانت مو سؤال كان كانت played. لكن بالسؤال وبالنفي يرجع الفعل للتصريف الأول. Did you read book last month? Yes, I did. مثلا هاي السؤال عليها. أسئلة أيضا نفس المضارع يبقى حلها على من؟ على الطالب. عندنا هنا الرغبة وعدم الرغبة نأخذهن. عندنا طلابنا الرغبة وعدم الرغبة. Talking about likes and dislikes. أشياء تحبها وأشياء لا تحبها. أوكي. أو أفعال تحبها وأفعال ما تحبها. نجي نستخدم كل من الأفعال اللي هي like و love و hate و enjoy الموجودات مثلا I don't like زائد اسم. لاحظ بهاي الطريقة like, don't like, love, enjoy و hate يجي بعدها شني اسم. أستاذ مساع مو أخذنا مثلا love و like ذنيتش اللي أخذناهن بالسجكشن بالاقتراحات أريدك تركز. ذنيتش يجيهن I would يعني I زائد D. أوكي ما لك دخل بيهن. أما هنا لا شجيهن يجي فاعل اللي هو I زائد مثلا like, don't like, love, enjoy, hate زائد اسم. هاي مرة زائد اسم مرة راح تجي نشوفها. مثلا I love my family. My family اسم لو مو اسم؟ اسم عائلتي. زين. Pablo hates basketball. Pablo يكره كرة السلة. Hates. لاحظ لي هنا استاذ هاي الهيتس مو قلنا هيت عفية. اذا هيت اذا الك الاي او للجميع تقول هيت. اما اذا الشخص تتكلم عن شخص هو مفرد بابلو مفرد او مو مفرد مفرد تضيف له اس. واضح لو مو واضح؟ وايضا اللوف واللايكس هم تقولها. بعدها شنو جاني؟ اسم. زين زين. بعد ايش عندي؟ شنو القاعدة الثانية؟ يقول القاعدة الثانية وهي الأهم نستخدم كل من الأفعال نفسيتهن اللي أخذناهن اللي هي like, love, hate, enjoy مثلا كنا نذني don't like ذن زائد صيغة الفعل المنتهية ب ing. إذا أجانا فعل لازم يجي وعاده شني؟ فعل ب ing. هسه ذا اسم الاسم ما ينضاف ل ing. وضحت لأن التحويلات اللي تصير فقط بالفعل فنضيف له شني؟ ing فعل ب ing. مثلا Dave loves swimming. ما قلنا swim swimming ليش؟ لأن جتني بيها يعني فعل فلازم أنا شو أقول؟ أقول هاي loves love وحدها. شو يجي بعدها؟ يجي بعدها فعل ب ing. ليش؟ لأن القاعدة تقول صيغة الفعل لازم تجين بها ing. واضح؟ واضح. حسن نجي مثلا I hate do. لاحظ الدو ضايفينها ing doing. زين لو كان عند هنا أنا اسم أضيف ل ing؟ لا الاسم ما ينضاف ل ing. My homework. نجي هسه على الأسئلة الوزارية. أسئلة وزارية هي الحل الأمثل واللي تفهمنا فيه. نجي السؤال الأول يجيني بالوزارة شلون؟ مثلا I enjoy. أنا حافظ كلمة enjoy معناها يستمتع. هذن موجودات حافظهن ذني قاعدة واحد. زين البعدها شني؟ فعل to the beach. قايل لي correct. شني correct؟ صحح. لازم ذن أنا حافظهن. قلت لك أعطيك اليوم شني؟ أعطيك المفاتيح للأجوبة. فأجيت التلقيت enjoy لازم يشج بعدها كل الافعال ذن اللي قلت لي اياهن استاذ يجي بعدهن فعل بي اي ان جي. عافيه بطل احفظها. لايك ودونت لايك ولاف يحب لايك يرغب دونت لايك لا يرغب لاف يحب انجوي يستمتع هيت يكره. احفظهن ذني فعل براء اي ان جي. زين عندك فقط هناك يعني بالسجكشن عندك اللايك مثلا اللاف ايد لاف تمام وعندك اللايك نفس الحالة ذنش بيهن هناك بيهن دي
هنا أنا ما بيدي مباشرة بس I وال يعني الفعل من ذن الأفعال، أفعال الرغبة. زين، شو أسوي لهذا الفعل؟ أضيف لا ينجي. زين، شي يقول لي بعد نوعية سؤال السادة الثانية شلون تجيني؟ ها يقول لي express، عبر your like عن رغبتك concerning playing tennis. إذا جاك بهذه concerning الفعل اللي بعدها هو المهم عندك. قال لي استخدم use، يعني حددنا بواحد مثلا love hate غيرها استخدمه. شو أقول؟ I love، وبعد concerning الفعل مضيوف له انجل ما مضيوف له؟ مضيوف له، انزله نفسي تمام، مضيوف له اضيف له وانزله نفسي اوكي، وانزله وتكمله وياها. مثلا express your dislike concerning flies، عبر عن عدم رغبتك، لاحظ لو لايك لو ديسلايك، عن عدم رغبتك. اذا عدم رغبتك تستخدم don't like او تستخدم hate، اما لايك تستخدم لاف لايك اوكي نفسيتها يعني فلايز. استاذ مو قلت ان هنا أنا استخدم اللي بعدها يجيني فعل هذا بي اي ان جي وما بي اي ان جي، شلون اعرفه؟ هذا مو فعل، اسم. استاذ ما عرفته فعل لو اسم، مبين بي اس يعني جمع اوكي، والجموع فقط الاسماء. مثلا اي دونت لايك فلايز، وضحت النوعية الثالثة شلون تجيك؟ What is your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ لاحظ هنا أنا يقول express your preference، لاحظ يقول لك express your preference. fishing، استخدم fishing صيد الأسماك. My favorite hobby is fishing. زين، تجين بعد نفس الأسئلة ما بيها شيء عندي. ها هاي هنا أنا عندي نوعية من الأسئلة ودائما تتكرر بالوزاري، قلت لك كل نوعيات الطيكان. مثلا I like green color، do you ومنطيني فراغ ومنطيني I would، مثلا I prefer فراغ، شلون استخدمها؟ وقايل لي complete chicken. لاحظ البعد do you دائما نحط، شو نحط؟ I don't فقط، I don't فقط، بعدها هاي هنا طبعا مو تشيكن، بلو اكو خطا مطبعي، فهنا بلو تمام. هاي هنا يقول اي لايك ايتينج فيش، دو يو شو خلي هسه بدون ما اشوف الجواب اي دونت. بعدها هنا اللي معطينيها بين القوسين مثلا كومبليت بريفيرنس، هنا معطينيها يوز تشيكن. وضحت اعتقد، وضحت. مثلا I like swimming، do you شخلي I don't، حصلت نقطة I don't، خليت I don't هاي شوفها خليتها. و I prefer هي تنزل نفسيتها، وش منطين بين قوسين تنس، أخليها تنس. وضحت أعتقد، وضحت. عندنا أيضا هاي أسئلة نفسيتها، شوفها اقراها كلهن يا بطل، على الرغبة وعدم الرغبة. يلا نروح لمن؟ نروح للقطع الكتاب الوحدة الثانية والقصة الموجودة، برنامج كوميدي، تي في كوميدي. عن من؟ عن لوسي. How old is Lucy؟ كم عمر لوسي؟ 16 years old. سأل بس اكتب 16 صح؟ صح. Who is Samara؟ من هي سمارة؟ يجيني السؤال ايجيك. Who من هي سمارة؟ شو اقول عن سمارة؟ أقول Samara is a character in TV comedy، أو أقول she is a character in a TV comedy. وضحت، هي شخصية في برنامج كوميدي. وضحت. What does Lucy؟ Lucy البنية الحقيقية اللي لعبت دور Samara. Play in TV comedy، ماذا لعبت Lucy في البرنامج الكوميدي؟ يعني يا شخصية لعبتها. She plays، باعتبار أخذنا المضارع البسيط، شوف خلني لانها اس، ليش هنا انا بالسؤال ما بيها اس، بالجواب خلينا لها اس، ليش؟ لان في المضارع البسيط منين عرفتها؟ من كلمة داز. زين، she plays Samara character، لعبت دور شخصية Samara. احفظ هاي الاسئلة مهمة. Who does Samara live with؟
مع من تعيش سمارة. في القصة she lives، لاحظ lives with her mother، مع أمها، father أباها، and younger brother وأخوها الصغير. Where did they stay on a holiday؟ أين أقاموا في العطلة؟ In a fancy hotel with a swimming pool، في فندق فانسي مذهل مع يعني بحوض سباحة. What is the name of the girl Lucy plays؟ لاحظت تجي نوعية ثانية، يقول لي ما هي الشخصية الفتاة التي لعبتها لوسي؟ شو اسمها الشخصية؟ سمارة، فقط اكتب له سمارة. سمارة's brother fell in the pool with all his clothes. صح لو خطأ on، صح لو خطأ. أخو سمارة سقط في في الحوض مع ملابسه. صح لو خطأ true. خاف يقول لك لوسي brothers خطأ، هاي شوفها، خاف يقول لك لوسي's brother fell in the pool with all his clothes on، قل له خطأ. ليش؟ لأن أخو سمارة، إحنا ما نحكي عن لوسي، نحكي عن سمارة، عن شخصية سمارة، لكن اللي يمثل الشخصية سمارة هي لوسي، فإحنا ما نعرف لوسي عدها أخو ولا ما عدها، ما نعرف. أوكي؟ فنقل له falls. زين، Lucy's father falls in the pool with all his clothes on. صح له خطأ، أخو لوسي سقط. من يقول لك أخو لوسي؟ قل له خطأ. شي يجيك على أخو لوسي؟ قل له خطأ. أما أخو سمارة فعلا موجود أخو سمارة، بس لوسي ما نعرف عدها أو ما عدها، ما معلوم. In the first episode what did Samara's brother accidentally put in his mother's tea؟ يعني في المشهد الأول المحزن، ماذا وضعه وماذا حدث أو ما هو الحدث الذي سواه أخو سمارة، فعله أخو سمارة؟ put in his mother's tea، ماذا وضع في الشاي مال أمه؟ ايش خله؟ تحفظ لي كلمة he puts، لازم هنا أنا s، أوكي؟ put salt in his mother's tea، بس تكتب له salt خطأ، ما ينطيك خطأ 100%، بس خاف، لازم تقول له he puts salt in his mother's tea، او تكتب salt عادي يعني ملح، وضع الملح ينطيك عليها صح، بس خاف. زين، عندي انتهت ذيك، اي انتهت بالنسبة للأسئلة المهمة هاي. عندك انت أسئلة حافظهن، احفظهن لا تنساهن. تريد تحفظ غيرهن، احفظ غيرهن. الهواية هوبي، ايضا what is a hobby، ما هي الهواية؟ عرف لي الهواية، تجيني a hobby، تجي على شكل تعريف، اي تجي. is something you do in your spare time، هاي هي الحد السبير تايم، اي الحد السبير تايم. زين، what can a hobby include، ماذا يمكن ان تتضمن الهواية؟ a hobby can include collecting things، ممكن ان تتضمن، شوف doing something، اشياء creative، يمكن ان تشمل الهواية جميع الاشياء او ممارسة الاشياء الابداعية creative، or playing sports او ممارسة الرياضة. زين، what can person acquire by participating in a particular hobby، ماذا يمكن acquire يكتسب الشخص من ممارسة هواية معنية، شي يمكن ان يكتسب. a person acquire substantial skill and knowledge، او تقول acquire، تحذف هاي الكلمة خاف صعب عليك، تقول skill and knowledge، يمكن ان يكتسب الشخص مهارة او معرفة. تمام تمام. how can anyone enter competition and compete in Asian games and Olympics، كيف يمكن لشخص ان يدخل منافسة ويتنافس في الالعاب الاسيوية والاولمبياد، موجودة هاي في الهواية، with enough practice، بالتدريب الكافي. لاحظ كل هذا السؤال الموجود هذا جوابه، with enough practice، بالتدريب الكافي. how do many people find fishing، كيف وجد الناس الصيد؟
صيد الاسماك. انترستنج اند ريلاكسنج. استاذ بس يكتب انترستنج صحيح؟ اي صحيح. زين. از بلانكت ويفن ستيل بوبلر ان ماني هومز. هل لا تزال حياكه البطانيات شائعا في منازل كثيره؟ يس ات از. كل سؤال يبدا بفعل مساعد اللي هو از وار ووز يجاوب اما بيس او نو. مو بذني قلت كل الافعال المساعده. What do weavers use to create beautiful patterns؟ ماذا يستخدم النساجون ليصنعوا نماذج جميله؟ wool, felt, silk or mohair. الصوف والشعر والحرير والمهير. سات كتبت بس اثنين ايضا صحيح. Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby؟ هل نحتاج الى الكثير من الصبر؟ لاحظ قلت لك اذا يبدا بفعل مساعد جوابه بيس ونو. هل نحتاج الى الكثير من الصبر في هوايه نسج البطانيات؟ يس وي دو. تمام. انشاء انتهينا من عنده. هاي الوحده الثانيه كلها انتهت. طلابنا الاعزاء اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومه لكم صح. طبينا بتفاصيل كلش عميقه على مودك انت، على مود الطالب يستفاد اكثر، يكون مستفاد وفاهم الموضوع اكثر. انطيتك امثله كلش هواي بالوزاريه، كل هذا على مود تستفاد ويكون لك يعني معرفه باللغه الانجليزيه ومفاتيحها اللي اعطيتك اياها. طلابنا لهنا انتهت محاضرتنا الوحده الثانيه. انطيتك الوحده الاولى موجوده تمام، مكتوب عليها رقم واحد قبل محاضرتين، يعني واحده الرياضيات وواحده كانت سرعه عامه، موجوده تقدر تطلع عليها. وهاي الوحده الثانيه اوكي، قلت لكم كل وحده محاضره. يلا طلبنا هنا انتهت محاضرتنا، اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومه لكم. طلابنا الاعزاء ما مطلوب من عندكم فقط الدعاء انه لهن ولجميع المرضى ان يرفع عنا هذا البلاء يا الله. السلام عليكم ورحمه الله.